انا يا راني كنت في الحبس الحمد لله درت تكوين ديت شهاده نعاود كي نخرج ندير اسي صلاح نلقى باش نسرزق نسرزق في إطار التربية نقدموها للمسجون ونقدموها أيضا للقائم الأعوان القائمين على التربية والعمل نتاع العلاج نقوم به بالتنسيق مع الأطباء البيطريين الخواص يعني العلاج الحيوانات في حال وجود أعراض. اولا نبحثوا على مستوى الفم ولا على مستوى الاعين كما نقولوا لي ميكوز نشوفوا اي اعراض ممكن تظهر على الجلد لان الحيوان وين ما يكون في حال ضعف ولا في حاله مرض تظهر عليه اعراض. احنا نقوم بالبحث على الاعراض على حسب الشكوك تاعنا يعني الا كنا شاكين في الحمى القلاعيه مثلا نفتشوا على مستوى الارجل وجود كيش نقولوا لي زافت. نعم هما يحضروا العمليه بحضور العون ويقوموا بالمتابعه.